قل في بلادنا السنغال لما توفي شيخ التيجانيين الصوفية يقول في بلادنا السنغال لما توفي شيخ التيجانيين الصوفية ادعوا أن الشمس والقمر والسماء والأرض قد بكت وتأثرت لموته وقد حصلت تغيرات جوية، فهل هذا استدراج من الشيطان لمثل هؤلاء؟ هذا تدجيل وكذب ولا يجوز، هذا تدجيل وكذب ولا يجوز. والسماء ما بكت لموت أحد يعني بكاء ظاهرا، قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، السماء والأرض ما يبتبكي على أحد بكاء ظاهرا يعرف، قد تبكي لا ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، تبكي على الصالحين وعلى العلماء الطيبين بكاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.